كيما كنتوا تشوفوا توا اليوم الشيف بليغ حضر لنا منيو سبيسيال برشا فيه النواصل بالدجاج المحرحره والبنينه برشا برشا وبطبيعه الشربه بالعدس وبيان سور ما ننساوش الكيك بالدقلاشه. وين وصلنا توا؟ دونك ايمان تويكا كملنا النواصل نتاعنا، تعرفوا نمرقوها المره الاولى وهي في المقفول بالزيت نتاع الصوص، تويكا باش نغموها بالكل بالصوص كيما تشوف هكايا، ومن بعد باش نحطوها في الفور باش تشرب لو ماكسيموم ويكون الكويسون كامل. دونك شوف قداش وقت وقداش تمبيراتور نتاعك؟ ابوبري 15 مينوت في 120 درجة باش ما تتحرقش النواصر نتاعنا، ديجا نواصر وردة خفيفة وما تستحقش برشا تطيب. داكور. دونك إيمان تويكا زادة باش ناخو المول نتاعي نتاع الليلة باش نحط الكيك. الكيك هذا اللي هو بلاش عظم. دونك باش نحط المواتيه نتاع الميلونج هكا. ومن بعد باش ناخذوا التمر نتاعنا باش نخدموه هكايا. دونك شايف حتى البات نتاع التمر، نتصور حتى اللي باغ اكزومبل عنده توا بات نتاع بليوا كيما تعرف شايف العيد قرب، دونك نتصور برشا عبيد عندهم لي زانغريديون هذوما، دونك كان عندك حاجه تنجم تعوض بها البات نتاع التمر وتنجم تعوضها بالبات نتاع اللوز ولا بات نتاع بات بوفريوا بات نوازيت كيف كيف كاكاويه ترحيها على الاخر تسيب الزيت نتاعها. دونك تويكا هذوما باش نحطوهم هكايا. نذكروا شايف بيان سور اللي الكيك نتاعنا ديجا خليناها ترتاح المره الاولانيه وزدنا رتحناها المره الثانيه بعد ما زدناها الخميره وسكر فاني نتاع بانواز. دونك بعد ما ارتاحت 15 دقيقه في الفريجيدير خرجناها باش تكمل الكويسون نتاعها في الفور ونكملوا بيان سور نغموها الكل. الكيك هذا صحي برشا، نجموا نفطروا به صباح توا تعرف جاي العيد وكل شيء، والمكونات نتاعو ما يستحقش عظم، شويه حليب هكا وشويه فرينه والريست نتاع التمر، سيرتو العباد اللي تعمل مقروض ويقعد لها التمر تنجم تستعمله ما تطيشوش. ولا ما يجي شيء في الكوجين ما يجي حتى شيء. باهي ايمان توا باش نحطوه هذا يطيب في 130 درجه. داكور دونك 130 درجه 130 درجه انفيرون كيك 30 مينوت باش يطيب. داكور دونك 30 دقيقة 180 درجة والجاتو نتاعنا يكون حاضر. كيما كنتوا تشوفوا المنيو نتاعنا ساهل برشا برشا، كيما تراو زاد شايف يظهر لي توا السوب نتاعنا حضرت. باهي دونك السوب نتاعنا حضرت باش ناقصها شايف باش نردوها اون كريم باش نزيدوا هكا توش نتاع كريم فريش باش تعقاد، باش ناخذوا الكريم فريش نتاع ديليس بيان سور. دونك ايمان باش نحط الكريم فريش نتاعي. داكور اوكي باهي، وباش نحط بيان سور الفروماج اليمونتار رابي نتاعنا من عند بريزيدون اللي بالحق حاجه دلوله برشا، وان بليس زاد الساشي نتاعو غوفيرمابل دونك نجمو نستعملو الكونتيتي اللي حشنا بها ومن بعد نحطو البقيه في الفريجيدير. دونك انا زدت بزايد فروماج دونك باش نزيد بزايد كريم فريش اوكي نخدموهم بالكدا بالفوي نتاعنا. دونك شايف احنا توا الصوص اللي نحضروا فيها هي اللي في نزيدوها في الصوص من الفوق باش تولي اون كريم. داكور دونك نذكروا بيان سور شايف اللي احنا الكريم بلونتي شربت العدس مازلنا كيف خرجناها، دونك دو بريفيرونس الصوص نتاعنا هذايا تتزيد وهي مازالت سخونه شويه الصوص. دونك نحنا مستنسين نحطوا كريم ليكيد نتاع شيف ديليز تويكا باش ندلوا رواحنا، زدنا لها الفروماج. وإيمان أنا باش نحط هكا من الفوق كيلكو بولات هكايا هكايا في وسط الشربة يعوموا. بالحق شايف شربة دلولة برشا وأون بلوس هيلثي معناتها صحية. فوالا هكايا باش نعملوا كالوريزون أبيض وأصفر هذاكا. داكور سي بون. دونك شيف الشربه نتاعنا شربت العدس حضرت سيي، يظهر لي توا شيف قاعد لنا كان باش نستناو النواصر نتاعنا تحضر وبطبيعه الجاتو نتاعنا تحضر. دونك شيف 15 مينوت ونرجعوا لهم 15 دقيقه ونرجعوا لكم.
ال 15 دقيقة نتاعنا سيد عديو والقطو حضر وبطبيعة زادة نواصل حضروا وبطبيعة هاكا استغنينا شاف الوقت كملنا حضرنا الدغيساج وكل حد والطريقة نتاعو شاف كنذكرنا توت سويت شنو البارة نتاعنا اليوم. دونك عندنا سوب دو لونتي زدنا لها الكريم فريش والفروماج اليمونتار رابي نتاع بريزيدون باش ولات اون كريم اما ما خلطناهاش جوست حطيناه من الفوق هكايا باش نعملوا اوريزون اصفر. بالنسبة للكيك نتاعنا الكيك اللي بالدقلة بلاش عظم بالحليب والفرينه نتاع ورده والدقله بيان سور ديجا تاويك حطيناه في الفور ذابت الدقله نتاعنا وزدنا شويه نواه كركم الفوق. بالنسبه للنواصر روسيت تراديسيونيل نتاعنا بالدجاج. يعطيك الصحة شيف، بالحق الماكلة تشهي برشا وبنينة، إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة نتاع اليوم، إي سيغتو إذا كان خلطوا علينا توا، نجموا تلقاو الحلقة نتاع اليوم وتنجموا تلقاو الحلقات اللي فاتت الكل في شان يوتيوب التاسعة وباج فيسبوك التاسعة. يعطيك الصحة شيف بليغ، يعطيكم الصحة الناس اللي تبع فينا، أنا قعدت توا كان باش نشكر وهرة ناس زمان على اللبسة الحلوة والمزيانة اللي لبستها لي، وتنجموا تلقاو لي زارتيكل نتاعهم الكل في باج فيسبوك وهرة ناس زمان، وبالطبيعة ما ننساش صابرين توجيني على المكياج الحلو وبرشا وعلى اشعار المزيان. جوست نحب نزيد ديديكاس كبيره برشا برشا وسبيسيال برشا برشا لمراه اسمها نجله قطاطه اللي بالحق وقفت شايف مع برشا عباد في البريود اللي فاتت اللي روحوا دونك من برا وجاوا لتونس، دونك بالحق هزت لهم ماكله وتلهيت بيهم في الوتله والكل، عاونت برشا اللي تي بارمي لي فولونتير، دونك عاونت برشا تونس تتسمى وعاونت برشا العباد اللي جات بحذانا. دونك يعطيك الصحه مدام نجله ويعطيكم الصحه الناس اللي تبعوا فينا. يعطيك الصحه زاد انت شبالي. دونك مابقى نقول للسادة المشاهدين كان تابعوني على انستغرام والا على الباج فيسبوك اكتبوا شيف بليغ، وكان تحبوا نعملوا ديروسيت اخرين ولا تحبوا تسالوا على دي زاسوس انا نجاوبكم ديما. دونك شيف توا قعد لنا كان باش نقولوا للناس اللي تبع فينا كان شهية طيبة شهية طيبة، ونتلقاو ان شاء الله في الحلقة الجاية في نفس الموعد. باي باي.